قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. كشف الفنان عمرو سعد عن بعض من آرائه الشخصية التي تخص أسرته وتربية أبنائه، وقال سعد أثناء حلوله ضيفا في برنامج عايشة شو: أرفض عمل ابنتي وزوجتي في المجال الفني لأنه متعب جدا، وأحيانا أتمنى أن يعود بي الزمن لأظل كما كنت مهندس ديكور. وبالتأكيد هناك جزء كبير من التفكير الشرقي يسيطر علي، مضيفا: مهنتنا تسرق العمر. وتابع: من الممكن أن أسمح لابنتي وزوجتي ارتداء ثياب قصيرة خارج مصر، ولكن داخلها ستتعرضان لضغوط، فمجتمعنا ما زال لا يتقبل ذلك. وشدد عمرو سعد على أنه واجه صعوبات في الدخول إلى عالم التمثيل خلال فترة شبابه، موضحا: إحنا كمصريين وعرب في صعوبة عند أي شاب يلاقي مكانه أو يحقق جزء من طموحاته في أي مجال، والبداية بتكون صعبة جدا. وأوضح أن بدايتي الحقيقية جاءت عبر فيلم خيانة مشروعة، قائلا: ده الفيلم اللي بعتبره كأنني اتولدت فيه كممثل، ووقعت بعده 6 أفلام رغم أني ما كنتش البطل فيه، وبعدها بدأت حياتي تتغير، معتبرا فيلم مولانا المحطة الأهم في مسيرته. كما كشف عمرو سعد عن نيته في تقديم عمل فني يجسد حياة العالم الراحل الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل، قائلا: أنا عايز أقدمه وإن شاء الله هعمله. وذكر أن العالم أحمد زويل كان قد أخبره بأن من طرح هذه الفكرة للمرة الأولى بشأن تقديم عمل فني عن حياته كان الفنان الراحل أحمد زكي خلال لقاء جمعهما. وتابع: أحمد زكي قال له: أنت لازم تتعمل فيلم، وفضل هذا الحلم يراوده. ولما قابلني بعد فيلم دكان شحاتة قال لي: أنا عايزك أنت تعمل الفيلم ده، وأنت اللي ممكن تعمل الدور، ولسه الحلم ده موجود وممكن يتحقق قريب. وفيما يتعلق برأيي في المخرج يوسف شاهين قائلا: مخرج عظيم ومن غيره تنقص مساحة كبيرة في السينما المصرية، ومحدش يقدر يشكك في كده. وتعليقا على تعاونه مع الكاتب إبراهيم عيسى في تقديم فيلم مولانا أضاف: سعدت بتعاوني معه في هذا الفيلم وأنا بشكره، لأنه رجل رائع وبيحب الشغلانة دي ومخلص ليها بشكل مذهل، وعنده مكتبة سينمائية داخل مخه. وعقب أن عيسى يفهم خطأ نتيجة طرحه أفكارا دينية جريئة، معقبا: هو بيتفهم خطأ لأننا بنخاف نفتح هذا الملف، لكن هو شخص مؤمن ومتدين وعنده مسحة صوفية، وأنا بقول ده للي ما يعرفهوش. وأضف أن أهم حاجة في حياته هو حب الجمهور له، مضيفا: الحاجة الحلوة هي حب الناس، والأحلى التأثير في الناس. وذكر أنه قد مر بفترات صعبة للغاية في حياته بسبب نقص الأموال، معقبا: مريت بمرحلة صعبة مفيش في جيبي جنيه، وما كانش عندي فلوس أركب مواصلات، وكنت أفضل ماشي، واللي مر بالمرحلة دي يعرف قيمة الرفاهية. أكيد طبعا. يعرض لعمرو سعد حاليا مسلسل بركة بطولة هالة صدقي وكمال أبو ريا ومحمد لطفي وهنادي مهنا وأحمد حلاوة ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وطارق رفعت، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2018. وقبل أن يتوقف لظروف خارجة عن إرادة فريق العمل، منها عدم انتهاء الديكورات وبعض الأزمات المالية. هنشوف دلوقتي أسرار عن عمرو سعد ما تعرفهاش، ومنها زوجته وأبنائه. من ناحية أخرى، في الحلقتين الأولتين من مسلسل يونس ولد فضة ظهر الطفل يونس بجانب والدته فضة التي تؤدي دورها الفنانة الكبيرة سوسن بدر. ده يونس والد فضة. ولكن الجمهور لا يعلم أن الطفل الذي أدى دور يونس في طفولته هو رامي سعد ابن النجم عمرو سعد،
والذي أدى الدور في الحلقتين الأولتين من المسلسل بإتقان لفت الأنظار، والذي يجمعه والده ليس فقط الدور الذي يؤديه في مسلسل يونس ولد فضة، بل أيضا شبه كبير في الملامح والتعبير وشاهده الصور. طبعا في شبه كبير جدا بين عمرو سعد وابنه. عمرو سعد فنان مصري ولد يوم 15 نوفمبر عام 71 في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة. هو شقيق المطرب أحمد سعد، وحصل على بكالوريوس من قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية. ده أحمد سعد شقيقه، متجوز من سمية الخشاب حاليا، وده عمرو سعد. لا يحب الفنان المصري عمرو سعد التحدث عن عائلته لوسائل الإعلام، ونادرا ما يظهر مع زوجته أو أولاده. عمرو ظهر مع زوجته في واحدة من المناسبات النادرة، وكان ذلك أثناء عرض فيلمه الأخير حديد، هنا مع مراته في ظهور نادر. ده صورة تانية لي معاها على انستجرام. صور متفرقة. وحرصت زوجة عمرو سعد وابنه على حضور العرض الخاص بالفيلم مولانا الذي يقوم ببطولته، كما استغل عمرو سعد وجود عادل إمام والتقط هو وعائلته عدد من الصور معه. أنا مع مراته وابنه رابي. وقد نفى الفنان عمرو سعد ما تردد حول زواجه السري من الراقصة صوفية، وأضاف خلال لقاء في برنامج الحكم مع الإعلامية وفاء الكيلاني قائلا: عمري ما اتجوزت في السر. أنا مع وفاء الكيلاني أثناء البرنامج، ونفى إن هو اتجوز الراقصة صوفية. وأنا لدي زوجة واحدة هي شيماء وأبنائي منها، ولكن عيب الإعلام إنه يضخم حاجات، وكان من الأفضل تجاهل الشائعات دي لأنها مغرضة، ومش هنسى إن صوفية نشرت اعتذار عن الكلام ده. ده التصريح بتاع عمرو سعد. وتابع قائلا: كل اللي حصل اني كنت في فندق مع المنتج محمد السبكي، واتفاجئنا بوجود عيد ميلاد للراقصة صوفيا، ولقيتهم بيدعونا. انا في عيد ميلاد صوفيا، وكل اللي عملته اني حضرت والسبكي لمدة 3 دقائق ونصف فقط، وهو ده الوقت اللي اتصورت معايا فيه. 3 دقايق ونص خلوه يتجوزها، وطلعت الإشاعة. ورغم أن الفنان عمرو سعد نادرا ما يظهر مع زوجته في المناسبات الفنية، لكنه فعلها هذه المرة في العرض الخاص اللي فيلمه حديد، حيث اصطحب زوجته وأبنائه والتقط صورا معهم، وهو ما دفع البعض إلى التأكيد بأن عمرو يرد بشكل غير مباشر على شائعة زواجه من الراقصة الصوفية التي شاركته بطولة الفيلم. أنا مع زوجته وأولاده. ورغم أن العروض الخاصة تقام عادة قبل بدء العرض الجماهيري، لكن فيلم حديد خالف تلك القاعدة، وأقيم العرض الخاص له بعد 2 أسبوع من عرضه جماهيريا. وحرص نجم الفيلم عمرو سعد على الوصول لقاعة العرض الخاصة بالفيلم قبل موعد البدء بأكثر من ساعة، ليطمئن على كل الترتيبات من ناحية، وليهرب من الزحام والتفاف الجمهور حوله إذا ما وصلوا قبله. كما حضر أيضا المنتج محمد السبكي وأحمد عبد العزيز الذي اصطحب أسرته معه، ودرة التي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في فيلم حديد الذي يقدم قصة مختلفة لم تقدم من قبل. أنا أحمد زاهر وأحمد عبد العزيز ودرة السبكي. أنا أحمد عبد العزيز وحرمه وأولاده. بدأ عمرو سعد مشواره الفني من خلال فيلم الآخر عام 1999، بعد أن ذهب إلى مكتب المخرج يوسف شاهين ليطلب العمل معه، كما قدم في نفس العام فيلم آخر بعنوان المدينة مع المخرج يسري نصر الله. على الرغم من الأدوار الصغيرة التي قدمها الفنان عمرو سعد في بداية مشواره، إلا أنه استطاع من خلال موهبته أن يفرض نفسه على الساحة الفنية،
حيث شارك في عدد من الأعمال، منها فيلم النعامة والطاووس والعشرة جنيهات. كما قدم عدد من الأعمال التلفزيونية، منها مسلسل فريسكا وعرض الرجال والحب موتا. وجاءت انطلاقاته الفنية الأولى عام 2006 من خلال فيلم خيانة مشروعة. ده عمرو سعد، مشوار طويل من النجومية الذي كان سببا في تعارف الجمهور عليه بشكل قوي، ثم كانت النقلة الحقيقية في مشواره الفني بعد أن قدمه المخرج خالد يوسف بشكل مختلف في فيلم حين ميسرة، الذي كان بمثابة فاتحة الخير عليه، حيث تولى بعد ذلك مسؤولية تقديم دور البطولة المطلقة في عدد من الأعمال، منها دكان شحاتة، مملكة الجبل، وشارع عبد العزيز. نال الفنان الشاب خلال مشواره الفني العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل في المهرجان السنوي الخامس لقنوات الـ ERT، وجائزة أحسن ممثل على مستوى جامعات مصر، كما حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم دكان شحاتة. وقال الفنان عمرو سعد أنه تبرع بأجره في فيلم حديد لصندوق تحرير مصر، مشيرا إلى أن المنتج محمد السك أيضا تنازل بجزء من الإيرادات للصندوق. موضحا أنه كان يتمنى أن يكون شجاعا مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتبرع مثله بنصف ممتلكاته. وأضاف سعد خلال لقائه مع الإعلامي خالد صلاح في برنامج آخر النهار على قناة النهار أنه تعامل مع المنتج محمد السكي كمخرج مثله مثل أي مخرج آخر، مضيفا أفلامي تدور حول الفقراء لأن 80% من الشعب يعتبر فقيرا ولم تكن الأفلام تمثلهم وكان يوجد تهميش لهم. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا.